رمضان ويا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يلي خلقك الرحمن، يلي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الإخوة الأفاضل، الأخوات الكريمات، تقبل الله صيامكم وقيامكم. اليوم إن شاء الله غنتكلموا على فضل العشر الأواخر من رمضان. هذه العشر الأواخر رمضان من رمضان هي أفضل أيام رمضان، وفيها أفضل ليالي رمضان. عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي رواية مسلم، الرواية في صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ففي ضوء الحديثين الكريمين الشريفين يتبين أهمية هذه العشر الأواخر من رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر. قال شراح الحديث: هذا كناية عن اعتزال النساء وعن ترك النساء، وفي معنى آخر قال البعض هو كناية عن التشمير، عن سعيد الجد، أنه يعني مزيد من الجد ومزيد من العزم في العبادة ومزيد من البذل. أيضا بعض الشراح قال هذا المعنى. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أحيا ليله، أحيا ليله، هذه الليالي كل هذه العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها بالتهجد ليلا، وبتلاوة القرآن، وبالذكر، وبالدعاء، وبالضراعة إلى الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، والسر في هذا الشيء واضح، هو وجود ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، احنا نتكلم عليها من بعد إن شاء الله عز وجل. أيضا من فضائل العشر الأواخر في رمضان ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا أهله، أحيا أهله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون إحياء هذه الليالي الطيبات المباركات بواحد شكل أسري وبشكل جماعي، ولذلك كان يوقظ أمهات المؤمنين للصلاة وللتهجد وللذكر وللدعاء. ثم أيضا في رواية مسلم الأمر الرابع أنه كان يجتهد في هذه العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وإذا إذا كنا نحن مطالبين بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن من أتباعه، وهذا من فضل الله علينا، أننا مطالبون بإحياء كثير من سننه صلى الله عليه وسلم، خصوصا واحد المجموعة من السنن التي بدأت تتراجع وبدأت تقل في حياة المسلمين. ومن هذه السنن نتكلم على واحد ثلاثة إن شاء الله، ثلاثة ديال السنن لا أكثر. السنة الأولى هي سنة إحياء هذه الليالي الطيبات المباركات اللي احنا قلنا بأن فيها ليلة القدر التي قال الله عز وجل عنها خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، يعني العمل فيها كما قال إبراهيم النخعي رضي الله عنه: العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر. وألف شهر هي 83 سنة وأربعة أشهر، الصلاة فيها أحسن من الصلاة خلال هذه المدة، والدعاء فيها أفضل من الدعاء في كل هذه المدة، وكل عمل خير أفضل من العمل في هذه المدة، وهذا خير وفضل من الله كبير وعطاء جزيل. أيضا من خصائص ليلة القدر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، وغفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا، إيمانا يعني آمن بأن الله تعالى هو من فرض قيامها وأن الله تعالى فضلها وشرفها، واحتسابا يعني أنه يقومها وهو يحتسب الأجر عند الله ويتطلع إلى الأجر عند الله. وقد ورد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشدنا إلى التماسها في العشر الأواخر، وأنه أرشدنا إلى التماسها في الأوتار، الأوتار يعني في السبعة، يعني في السبع الأواخر كما ورد، ويعني خصوصا ليلة 27، لما ورد أن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه
كان يحلف أنها ليلة القدر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها. ولكن من أجل أن المسلم ما يضيعش هذا الفضل كله وهذا الأجر، ومن باب الاحتياط اللي هو من منهج المالكية في الدين، أن المسلم يعني يحرص ويتحرى أن ما تفوتوش هذه الليالي الطيبات المباركات حرصا على أجر قيام ليلة القدر، خصوصا وأن كثيرا من علماء الإسلام منهم ابن حجر في الفتح يذكر أن ليلة القدر تنتقل من عام إلى عام، يعني ماشي ثابتة ماشي في ليلة محددة، وإنما تنتقل من سنة لأخرى. أيضا من السنن ديال النبي صلى الله عليه وسلم اللي خصها لإحياء واحد السنة ديال سنة الاعتكاف. سنة الاعتكاف، والاعتكاف هو نوع من الخلوة الشرعية اللي هي لزوم المسجد للصلاة ولقراءة القرآن وللذكر وللدعاء، بحيث أن المعتكف لا يخرج ولا يغادر المسجد إلا لضرورة. وذكر العلماء أنه يعني يكره في للمعتكف الاختلاط بالناس وكثرة الكلام إلى الناس وإلى غير ذلك من الأمور فهذه أيها الإخوة والأخوات يعني بعض السنن التي وجب إحياؤها ووجب الاعتناء بها في هذه العشر الأواخر من رمضان. صلى الله تعالى أن يتقبل منا، وصلى الله تعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين والمخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.